بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة. النهاردة حبايبي عندي موضوع كده هوت بسيط، ويعني حاجة كده هنعملها إيه يعني تقدري أنت تعمليها لأولادك، يعني لو أنت عندك ألوان زي دي كده هوت حبايبي، يعني من بتاعة السنة اللي فاتت بتاعة المدرسة. فالنهاردة يعني لو هي مثلا الألوان عندك قربت يعني خالصة أو كده، شايفيه؟ ما بتعملش. وفي هنا هوت برضو، يا ده كويس. فأنت بتجربيها، تجربي اللون اللي فيه واللي ما فيهوش. هنقولك اللون اللي هو ضعيف ده كده فيه، هنجربه برضو. ايه غيره؟ ده ضعيف شوية عايز. فانا هنحتاج ايه بقى للالوانات اللي هي الضعيفة؟ احنا طبعا انت هتجربي كل لون، واللون اللي هو ما بيعملش معاكي هتبدأي اللي انت بتجيبي سبرتو وبتحطيه في بخاخة كده اهوت زي ديت كده اهوت. وهنبدأ بقى اللي احنا دلوقتي هنعمل ايه حاجة. في برضو اهيت الوانات تانية اهي، شايفين؟ ده ضعيف برضو. هبدأ بقى حبايبي اللي انا هجيب يعني سكينة كده اهوت، وهبدأ اللي انا اشيل الجزء اللي هنا ده كده، وبالسبرتو هبدأ بقى ايه اللي انا اللي هي الفتحة دي كده هبدأ اللي انا احطها كده اهو، هبدأ اللي انا ارش فيه اللي انا ارش ايه هنا كده اهوت كم مرة كده اهوت. وبعد كده هقفل القلق. شايفين؟ حطه هنا في الكوباية بقى ايه بسرعة. دلوقتي انا هغسل ايديا واجي تاني. ابني بقى حبايبي هكمل معاكو. انا عملت واحد كده اهوت قدام منكم، وهي بس انا رشيت فيه ياما، هي رشتين اتنين بس يا فتحي، زي ما احنا شايفين كده بتبدا السبرتو بيعمل يعني مفعول كده اهوت، وبيبدا بقى القلم اللي هو يشتغل معاكي تاني، وما تحتاجيش ان انت تجيبي الوان تانية. وقفه برضو هنا اهوت، وبنعمله نفس الحكايه من الاستاذ لعب الواحد كمان. ده مش محتاج. فانتوا بتجربوه كده اهوت، بتجربوا الالوان اللي هي ده، اديله رشه، محتاج رشه بسيطه بس. بس حاول تطلعها، لكن اطلعها لك انا. استنى اهي اهي. طب بس كفاية عشان ما كانش عايز يام. وقفه برضو. ده محتاج بس ده بقى ايه منين؟ من هنا كده. وري ادخل ايدك يا فتحي بالقمر. ممكن تشدها. هاتنا افتح حالك. ايوه كده اهوت. هتبدأ بقى ايه اديلها رشة من فوق كده اهوت، رشتين كده رش. بس بصوا بصوا المنظر، شايفين؟ بيبدأ ال مش رشة فتحي كمان عشان فوق. اديله خدي صورة كمان. بس حطها بقى كده، بيبدأ السبرتو اللي هو بينزل. اقفله واقفل الغطا اهوت، ووقفه وقفه عشان يبدأ السبرتو اللي هو ينزل على الفرشة من تحته كده كلها، فيبدأ اللي هو ايه يعني يبقى كويس. ايوه كده.
يديله كام رشة بس كده. ماشي اعمل بقى ده كده، واحنا نكمله بقى الباقي عشان نكمله احنا الباقي بنفس الطريقة كده. يعني بنختبره كده برضو الاقلام، واللي عايز بندله رشة سبرتو كده. خلاص كده بقى احنا هنكمله بقى كله بنفس الطريقة، ونرجع تاني ونجرب بقى اللي احنا عملناهم دول اجربهم معاكم. كده حبايبي، ابني بقى بيجرب الاقلام كده بنفس الطريقة. هو طبعا احنا عندنا الاقلام ديت، ده احنا عندنا كيس مليان اقلام. فلما المدارس بدأت هو بيقول لي يا ماما عايز اقلام، فقلت له لا، طب وعلى ايه؟ ما هات انا هنخليهم لك 100 100 وهيشتغلوا معاك. وبالطريقة ديت قلت برضو اصور الفيديو ده كده حبايبي، وانتوا كمان تستفادوا برضو يعني بالطريقة ديت. بس خد بقى فتح اللي احنا عملناهم الاولانيين كده وجربه. ما اول حاجة احنا بدأنا فيها كده، شايفين احنا هنسيبوه برضو كده اهوت. جيب برضو اللون ده ما كانش بيعمل خالص، اللي هو ده كده. ده نجربه اهو. ده ما كانش شغال خالص، ده سيبه برضو شوية كمان، نوقفه كده شوية السبرتو برضو ينزل فيه. جرب بقى كده، جرب. حلو برضه، جرب غيره. شايفين حبايبي، انا بالطريقة ديت يعني رشة سبرتو كده والالوان تشتغل معاكي تاني. بقى جميل اهو. هو اللون ده اهوت، اللي هو ده اللي عمل اترش فيه سبرتو ياما، فهي رشتين بس كفايه. فين اللي انت جربته؟ هات جربه عشان ما كنتش معاك دلوقتي. لا اللي هو الاصفر جربه تاني كده اهوت عشان ما كانش بيعمل. شايفين اللون بتاعه جميل ازاي؟ اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بيه، ويعني طريقة سهلة وبسيطة. وكمان يعني ايه، اقفله كويس. ماشي، تعنيني الفيديو بس لما تخلص. بس رشتين كفاية بس. اقفله بقى كويس، جربه كده، جربه تاني. لا امسك البتاع السمرة. ايوه اقفله بس، هي كده اتقفل طالما عمل التكة دي. ايوه بقى جميل اهوت، ما كانش بيعمل. لا كده حبايبي، زي ما احنا شايفين بتوقفون بقى في كوباية. بس انا هنجيب حاجة دلوقتي اكبر من، هنجيب كوباية كبيرة او حاجة كبيرة احط فيها. ده عايز، ده هو ابني بقى كده هيكمل بنفس الطريقة كده. بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو كده حبايبي، يا ريت لسه متابعنا لأول مرة ومتابع القناة لأول مرة حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وبتستفادوا منها. لو الفيديو عجبكم حبايبي يا ريت ان انتوا تدعمونا كده بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة، وما تنسوش اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم حبايبي والفيديو يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم ام ندى، ندى وفتحي، وكان معاكم فتحي ابني. يلا اعمل لهم باي باي يا فتحي. باي. بص كده عشان اخد لك صورة. معلش بقى حبايبي، وفتحي كمان تعبان وعنده دور برد. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.